كثفت ميليشيا الحوثي وقوات الرئيس المخلوع من هجماتها خلال الساعات الماضية على جبل هان غرب مدينة تعز، وهو الجبل الذي استرجعته المقاومة والجيش الوطني خلال الأسبوع الماضي وبعض المواقع المحيطة به بعد معارك عنيفة ومتقطعة استمرت لأيام سقط خلالها قتلى وجرحى من الطرفين. تشعر الميليشيا بفقدان وخسارة مواقع استراتيجية في الجبهة الغربية كما في الجبهة الشرقية، لذلك تحاول تعويض فشلها بدفع المزيد من التعزيزات إلى جبهات القتال لخوض مواجهات تحفظ لها ولو الجزء اليسير مما تعتقد أنها هيبة سلطتها في المحافظة، لكنها كشفت على أيدي الجيش الوطني والمقاومة الشعبية التي تفتقر كثيرا لأبسط الآليات العسكرية. الإخفاقات في الاختبارات القتالية التي تخوضها الميليشيا سقطت إذن، وتحاول استعادتها في جبل هان ومحيطه غربا كما في ثعبات وصالة وحي الدعوة والزهراء شرقا، فتركز قصفها على الأحياء المزدحمة بالسكان أطراف المدينة ووسطها أيضا. ملأت الميليشيا تعز مرارة ما جعل أبناءها يستفيقون على واقع مؤلم، وإن تجاوزت فيها أعمارهم مرحلة الشباب ليعودوا مرغمين على حمل السلاح النابع من المتعة كأصحاب قضية تستوجب حق الدفاع عن النفس وأيضا حق الدولة التي ينشدونها، ليعزز من ذلك محاولة قطع الميليشيا المسافات إلى ريف المحافظة في قرى ومديريات الحجرية. نحن هنا بس ماسكين الخطوط هذا من المسلمين اللي يسللوا ويطلعوا، لكن هذا مستحيل أنهم يطلعوا. نحن لو عظم الأمر ما فيش معانا سلاح بخير، يعني نقلب حجار فوقهم. لا يبدو ريف المحافظة إذن أفضل حالا مما يجري داخلها، حيث ما تزال بعض المواقع التي تتمركز فيها المقاومة والجيش يتعرضان أيضا لهجمات من قبل أتباع وعناصر الجماعة الإنقلابية التي لم تزدها هذه الحرب في تعز سوى التورط أكثر في مشروع القتل والخراب.